قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبيع المحارم المذكورة في القرآن: باب الكفر، وهو السطر وجحود الحق وإنكاره، وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا كبيرة فوق الكفر. وعن كسو جري كتابك أها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وحينودن بيي كلماتك أي مشافعية إلى هايين كساب سنا كفرياتك يا شركياتك ضد كدعة حكم كودة أي شيخ قيب كسو قوري. نقول يا رب أن قدر أن أكدبنا وأن أكدبنا إن شاء الله تعالى. نيك الله يقان الإمام فخر الدين الرازي رحمة الله تعالى عليه كتاب كيسة تفسيرك تفسير الكبير الله يقان مركو فسيرا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله آياداس مركو فسيرا هي أي وحسو قوري دور قاب وضدكو إلى شركة وقود دعانا ما يقالوا بان دين توقبحان هي أقوال دور كجرتا قاببك يا مشركي العرب أي شريك يالي جيرين مركو سودا ما يي وحر ونذيره وحال لم يذا كفر شرك عربي قريش سمين جيرين في هذا الزمان حلقا ينول الله ينجوغنو اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله هوشي صومالي ذا إيه مشركي زماننا هذا أبو قالي وحلو حال لمدة وحي كفار قريش يا مشري العرب لقو قالي سي وحال لمدة وحلق هذا أنه جون قرنقي تضباط بود انت هذو اللحات إلا تضباط بود حيي قرنق هذا أنه جون نبود وحال لمدة اشتغال كثير من الخلق إن بضان أمد كمدة مسلمين تا يا وحي كوها وليهن يكون مشغولين بتعظيم قبور الأكابر علماء أولياء إيو دادك واوين قبور تدين لوين إيو وحين مركا رجينا يان بورو امن سيي مركا قبورتي اوليدا وينيان مالك قيامه ان اي اشفع قادها يا شرك التشفع والتقرب وشرك الوسائط اي تلمامي اسون او شاسي واوح مركا لوغ هري علماء الدعوه النجديه اي علماء الاسلام كوغ هريين جد عصوبه ايغو اختراعدين اما اي بلابين ما هي وائمه المذاهب الاربعه يا غير كود با مذهب مساله كهدلين امود ديمد اوغا ديغين وي الإمام البقاعي أصول بتركيسه تفسير كيس مجلد كلابات كن هل بقولي صدح حليه هاي فمن ذبح لغير الله من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة ذبيحته لم تحل ذبيحته وكان فعله كفرا كمن سجد لغير الله سجد عبادة إلهي غيرك عد أحد وحق ورعة أما حيوان ولي ولي إنس يجن أما جماد يوحن من ولا أسد أصنام توكله ننكي أجو رعبوري على وجه التعظيم والعبادة ذا بحديث ما بنا لأنه هو مرتد فلك سمينا وقال لم يدين كبح وحمل اللمدي هاي إلهي غير كنين أسجودي القاس وصقنا اللهم ري الإمام أبو القاسم الرافعي أصوه كتاب كيس فتح العزيز في شرح الوجيز مجلد كلا بيطمنا سديتني أفر بقع وحوليها واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة سجود الله وحد أغاتا قورعة معبودك اللو قورعه والله سبحانه وتعالى وباسمه مقعيس اللو قورعه وحول لمذي هاي أسوق اللو سجود وعلم أن الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة سجود له وكل واحد منهما مقع الله وحلو قورعه أما أسوق الدرتي اللو قورعه نوع من أواعي التعظيم والعبادة المخصوصة لله تعالى الذي هو المستحق للعبادة قورع يا مقع الله لقو قورع يا سقدرتي الله قورع كل وحي لم يدهين الله الله سجوده لعابده لبض والله نوع إله لقو وين يمرك وحق خاصة وقال الله سبحانه وتعالى هدي أدونك الله سينا ولقو قالوا بيا الإمام النووي أنا سو قورني أنا سو كه الله وكنقاشي خلاف أرده يا شافعية ذا يفقاد كلبا أي كهالين وهدي بقركم مركو كي ما ده سفر
حول اللوغور عند قدومه بين يديه إن أئمة أهل البخارى الإمام إبراهيم المروزي وأئمة الشافعية أها أي فتوذين قال لمطه حي الذبح هو عباده عبادنا الله إسكله إن سلطانك يبغر كلاسيانا إن يسنبانانا بعض أهل العلم وحيد هذا مئة وفرح وكل عقيق ولي مئيو يا الله بري بين لمته هاي والرافع باسد عقبه لكن أئمة كلي وشاب كسو قوري نووي في شرح مسلم مجلد كتضباط بقول أفرتني شن مركو شرح يا حديد ك كون سقال بقول تضباطني سديد أيو سدا كله اليوم سبكي في فتاواه أما فتاويه وحكوا إلى الشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له شرائع الإسلام كوردنبا يا أنبياء الرسول شو حسكوا وافقين إن قال لمضوا يشركوا ويحارانته شركي قال لما إن لحرمه وحاكر لنا هي قوب كستو أو شركي يكفر لو طلق لي إن الله سمينين أو لدسين أو لدميو الإمام الأزهري اللغوي في تهذيبه ومن أئمة الشافعي الغطري وحوليه هو الشرك أن تجعل لله شريكا في ربوبيته الراغب الأصبهاني وحول الشرك العظيم هو إثبات شريك لله يقال فلان أشرك بالله وذلك أعظم الكفر مفردات كسيدة كويل هذا الإمام ابن كثير وحولي الشرك الأعظم أن يعبد مع الله غيره شرك غوين وحاوي الروح إن الله عابده هذا مكة لي مخلوق كان وقدر الله وذاجيه سورة يوسف آيات بوغي اللي حادمك وفسره سيدا يلا هذا مكة لو حوليه فإن غالب الأمم أمديها دونك صومر بضن كوت كانت مقرة بصانع ولكن تعبد معه غيره أمديها دونك صومر بضن كوت إله وأقلاين وأنا قرهايين لكن الله يوحك لكل رهايين لعابدهايين من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى هل قاسوا سقم الله مري شرك التوسط والتشفع ووحي عربي كل عضي يمشرك قريش أي كل عين كاسان اللي قلت تكفيري أي أو اللي قلت تكفيري لكن إلحادك هي إنكار الخالق وحكو يربع عذر حلقة آذو يربعون ضد يرى مركة شاذين أي كل عين الإمام الطبري إمام المفسرين والركن من أركان الشافعية اللي قلت تري إنك الزواج ده مستقل نقضي وحوليها حقيقة سوكرنية كانت العرب تقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى عرب حياة هيد إله إنو كلقي هاي بمعنى حق خلقك يجريتانك وأغا ينبوري غير أنها كانت تشرك به في عبادته لكن هل عابد مك الله يرادو بيشريك يلي الجرين ويوحك لكل الجرين سورة الزمر آيات سيدي مكو شرحها أيو سيدي هذا وحن نقلق سوكريو كلي أو تلمامي مشرك قريش يا العرب يا رسولك وحل الله صدر يا أنبياء ودنبا إنه إنا يا هيد إنا اللي قدقوا الشرك في العبادة الشرك في الألوهية لكن شرك في شرك الربوبية أم أو الخالقية والرازقية أحد سكو خلافة إنه سنجرين الإمام عبد الكريم الشهرستاني كتاب سن نهاية الأقدام في علم الكلام أصوغ وسوغوري وحولي أنبياء من أبينا آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وحلو صدري إن أمضى أي كصحان شركك كان بابئيان إلهي كليغنا كحران لو ما صدرين إن السوغان إلهي إنو أدونك أبو رأسو كليغي إنو وحند إلا وحند دايو أود ملكك إيا تدبيرك إيا تصرفك كصابسا عرب واتق أني ضدك إن كرنا وضد حنونسون أوليب أفراد له إسكبا يربي لذي صدق الوحاق الراغب الأصبهاني في كتابي محوهاي مكارم الشريعة أبو أصنوك قال الله وحكى الإمام أبو بكر الأنباري في كتابه محوهاي الداعي إلى الإسلام مركوا أرنس كمتقرر عند أهل العلم من الأشاعرة هي حتى محوهاي أهل البدع ورنبا متكلمين شافعية حنابلة أحنافة مالكية كل واسلوقهين إن رسولك أودي سؤبضا وكب حين ينبئ ورنبا إن ذلك اللغو يروه إلى توحيد الله في عبادته لكن إن اعترافا الله ينجره أو خالقي هاي تالق لما هذا الجرن برمك قرام باللوح جيسني أي قال اللوح جيسني مركار انتاسي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله إلهي قرطة وإلهي إنو جرى قرى وإنو إذا أبو ري قرى الله لم يؤمن وحالي أن اعبد الله واجتنب الطاغوت تصل لك هنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مركا
تاسي أنبيو لي مادين ما لكم إلا غيره بي لي من جن أنبيو مركا تاس وتأدرا العبادة الشرك في عبادة الله وفي محوها أولهيتي مدى أدرا ونقول بلنبا جرت لكن ما دام كتاب قصة مختصر هي انت سنكون دينا. وأما كلام الحنفية نقل يرو شيخ سنكين دون القيام بلنبا كجرا كتاب كلا شرح السنة للإمام حسن بن علي البربهاري وحليها إمام كاس حنبلق علماء قرن الشناضوي ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إمامك حوليه روح مسلم كأهل القبلة دين إسلام كلا جماعة صارك كرو ولا ما قال يسين كرو إلى آيات كتاب كإلهي كمد أول بينيو أما حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم بينيو ديده أما إلهي غيرك أوت كده أما حول أوجورعه أهل القبور يأولي إلهي غيرك هذو أرمها مد كمد الصمي حصر ما أمثله وجدة يعني كفريات كي يبو مثال يا شيخ هذو أرمها وح كمد الصمي فإذا فعل شيئا من ذلك وكفريات وكرد عيا النواقد فقد وجب عليك أن تخرجهم من الإسلام واجب وينا تكفيرش الدين تكسرته ومرض بنانك كذلك تهدي كلام مرتدين بل أمضى وقرن إيسا وإن لم يفعل شيئا من ذلك هذا واحد قال لما أن لقوهين فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة هذا واحد قال لما أن لقوهين ومسلم ومؤمن حقا موقال كي أحكام الدنيا النكاح يدحل كي يقول كي الجنازة يقبرك أنت بقى لكن حقيقة أهان كما ورانا نقول منافق بنو أنكره. طيب سيداس الشيخ وقال لي رسالة رد الله خسيها ده شرح سنة سبحان الله صدني كوبات مركو أرين علوم ذا كوضة هاللي أنه برنانك سكتا له لكن إنك دن له دليل موايو. وأما كلام الحنفية فقال في كتاب التبيين المحارم وحيبها محارم تأين لعضي كتاب كالغا قري المذكورة اللي قشي في القرآن كتاب القرآن كوحو ذاتك ترجمي سيسكالي كتاب كاس باب الكفر قال لماذا باب يهي سنوى محرمات في القرآن كوشي وهو السطر أسل كسيوي والسطر وحلا أسطراء مع التغطية وحلا قريوي يو جحود الحق حق ولا ضفره يو إنكار إنكار الحق حق ولا ديده وهو كفر قونا أول ما ذكر ما ذكر في القرآن وحي أهري القرآن كاللغو الشيغي وما دلوغة ديغوي مركا لقصوا بالله سورة الفاتحة إلى سورة البقرة وحي أهري سيدك اللغة ديغي وكفر يقالم وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم قرآن كوين وحقه الرئي الله الشيخي ويما المعاسي الدنوب تأيام من با ماشا إذن كقوان إذن من با كجرتا سيدا نصتك لا يعديه من المعاسي معاسي ذاك هذه كذلك هكاكي مهي معاسي ذو رنبا شيخه الرئي الله الشيخ وشرك يقالنم قال تعالى إلى يحول إن الذين كفروا كو قالوا بيبا لقب الله بي الإمام أصوغ الشنقيطي غيرك وحيد هذا شيخه الرئي نهيه الرئي يا أمرك أهري في الكتاب قصة أروري وحاوي إن دعاء أهين والنهي عن الشرك هو الأمر بعبادة الله أعبدوا ربكم بأه الرئيسة حق الشرك فلا تجعلوا لله أندادا باكو حكت وأنتم تعلمون مرك النهي عن الشرك هو الأمر بالعبادة أي أهو الرئي أوامرت قرآن كينا وهيديسة سواء عليهم حاوسما أأنذرتم أدكتا أم لم تنذرهم لا يؤمنون وهو الشرك هنا أكبر الكبائر ذنوب تواوي متك أوي ويا على الإطلاق قبي أهم بق صباح لقى سوري بينين طيب كفر هو أنواع بدنية كفر هو جور وين وين تاسو نوع بقى كجرته لكن كفر النوع يسوء قدرا وأكبر الكبائر وأشرك بالله فلا كبيرة ذنب كوي مجره كبيرة مجرته فوق الكفر قال لما كوي ذنب إله الوعى سيو قال لما كوي مجره إلى أن قال إلى الشيخ يجري وعلم محاذقات أنك تبيون المحارم سكلها ويحنفقها أنه يلزم أن ما يلزم به الكفر أنواع وحيابا قال لماذا كل لازم قال لما أي كؤتماده نوعية فربضانوي أن ما يلزم به الكفر أنواع نوع النوع يتعلق حكسها بسنيهي بالله سبحانه وتعالى نوع الله كسها بسنيهي ونوع يتعلق بالقرآن قرآن كن نوعنا كسها بسنيهي وحكشة كتابة كحد قلبتاد وففاين دونا يا وسائر الكتب كتبت انت ذكر المنزله لسودج من عند الله
ونوع نعنى يتعلق حكساب سنيهي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء يا أنبياء أنت ذكالي يا والملائكة ملائكة إلهي وصدر الرسوشة يا والعلماء علماء حد قدب كذا تحقير كذا ونوع يتعلق بالأحكام الشرعية نوعنا حكساب سنيه أحكام الشرعية الضفرات ديديد كعيارد ده فأما ما يتعلق بالله وحيابها إلهي كنت تعلقية قال لماذا كيني كرادت كل عضو سبحانه وتعالى فكما إذا وصف ماشى فكما ما إذا كجو أني ذنكو فكما إذا وصف وصف الله سبحانه سيدا أصوى كت المامي مثلا روح مسلمة أي ربي وحو كت المامي بما لا يليق به حنا لو عنا من حنا إلهي قبني سبحانه وتعالى وأضوي الله كت المامي وقالوا إيسا بأن شبه الله متى إلهي كشبه وإكيي سبحانه بشيء من المخلوقات إلهي بات روحيوك يا هبل وحيوك يا هي بهالكاس وحيوك يا نوعاس إلهي بات المان خلدان وان كتابك سلقو الشيخين يا سنة النبي جيسا أما أن دليل صحيح كسرنا أن آيات كت المانتي أضوك قرنية طيب أو نفى صفاته أما إلهي وحكوت المامي وحنوع النبي من التشبيه طيب بالمخلوقات وتشبيه الشرع والدين لقاها الله يا ما هاكي متكلمين تلور دهي أو نفى صفاتي أما إلهي صفاتي سب إنكري إلهي تلمام ملهبه تلمام إلهي الشيكتي وأصغا كتاب كسي سنة النبي أيو إنكري أو أما سقال أو حولي كي مسلم كالشيغاني بالحلول إلهي إنه خلقي سيدحد وقلي أو الاتحاد أما لم يدوبي باطنية دي قليه واحد الوجود كقبي فارابي من السيناء إيو من العربي إيو رق شياطين تهت المساني إيو العفيفة المساني وركو وديب هذا الشيخ باللابين وقليها كلية مركة وكل يرضي إنه حتى إمام الغزالي وقاد وقع على تكفير انت طيب مركة سيقى الله لبي وكل يرضي إنه تكفير يوي أهل الحلول والاتحاد هي باطنية عبيدين يقول لي فاطمية الله بحي حلول كان مركة وحلول جزئية هي حلول كل الله قيبية كجزئية النصارى ذا قبطة نصارى وحي لي إلهي سبحانه وتعالى حل في عيسى أما إلهي قبل كم مضى عيسى دحد دقي أما عيسى الله يسدحد دقي اسكم مضى بمعنى إلهي سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته إن دح جلسوا أي حلول جزئية الله يقانا أما اتحاد جزئية لكن كان أيوة يقام حلول مطلقة وي إلهي سبحانه وتعالى أنك يسوك لحجرا كما نصوعنا إلى هذا وقال لهم طيب إلهي وأنه وحن سوى قلنا إنه خلقي سكب حسن يهي بأنه من خلقي استوى على عرش علو الله المطلق بيد آمن سنته إذن لكن إنك محب لا يميت أو قال بالحلول والاتحاد أو ما سمعه إلهي معي سوحاب قديم غيره قال له الرئيب أجرون الله كاهن بول إله الله بأضبه شيء إله الله بانين آمن سنة وصوماليا أن إسليكو أرق نماغا نهضم يلو كدن بي أولي لبا إله باجرتا لبا خالقا من نوى لأركم مالك قيامه من نوى لقي لأركم هايبو طيب كان لأرك هايك كالي حوق بلان بأبو ريبو لبا إله وانين وررسن مذهب كاس لبا تنسن أن أمده قوية لهايبو لكن واحد يقول رعان واي طيب هل لن بالغو الشيغيبو إلا فكر كيغا آمن سن چلي بالغو الشيغيبو لاتين أمريك بالغو الشيغي ميلان أمرا دانهي لها ونين كاسان وچع لهايبو شيطان بها شيطان ما له كدن بيقر عثمان جلال ويدي ما له كدن بي أو معه مدبر مدبر مستقل غيره أو قال وحي لي معه مع الله وحاء مدبر مامول أدون كم مامولة مستقل ملح بنان غيره إلهي أنا هين سبحانه وتعالى الله أنا الله هين أو ملح بنان وأدون كم مامولة جربور هذا هو مشرك طيب ربي كلوب أقول يا هيبة عربها تطاء كل عنب طيب أو اعتقد أما وحو آمني روح الإسلام كشيغاني أنه سبحانه وتعالى جسم أنه تشري هاي تلك ابن آدم وليه لفظ جسم الله نفيا ولا إثبات أن الله بحمبا يا أسلم أو أما سوحو شيغي أو يري محدث إلهي لسود الرسي ومخلوق لا أبو ري وان قديم أهي قديمك من أسماء الله كمتر سنة الراجح الله كربي والغوت المامي كره أو أما وحو يري غير حي الله منه لبو إلهي واجل لكن الله نول معها أو اعتقد وحو آمني أنه لا يعلم الجزئيات وحبها يرى تفصيل كأنه سأل لأغين بعض المتكلمين والفلاسفة يوحي قبا إلهي سبحانه وتعالى أنك سي خلقي سوى كور قبا كليا سجود سدو ضوبا كليات كي مجملات أغيهاي لكن تفصيل كالدقيقة إلهي سبحانه وتعالى ما أغيه مسائد كأنه ما شكوية لإلهي وأغيهاي لكن قده هو مسائد مرافق دي سئيه ضدك نحفر دي النوع دي يهيني وحاس
إلهي ما أجو وكفر قال لي موي إلهي سبحانه وتعالى وحوصن أجين مجران قليل ولا كثير أو مس الصخرة وحكوتش جيسي أو قرصدي باسم من أسمائه سبحانه وتعالى ما قع إلهي ما عيسى كمدو قرصدي وبهد لهايا وحق ري أو مس وحو قرصدي ويصهايا أمر من أوامره أمر إلهي أوامر تسكمدة سيد الحافن كثير يا الإمام الذهبي وحي تكفيرين للرمي رمي واسنة رمي علي عليب اللودي واسنة رمي علي انتو قبطي بضبط مري رمي انتو قبطي بضبط مري يعني واستهزاء وامحو هاي استخفاف بسنة أيو كوكا إسلام مركي بضبط كذي قنشك صباحي من دعيرك ورمو بنان كيميت سعد بو ورفاد وانف بحي طيب مركو روح استخفاف هذو سمي شرعي كو سمي سنن الله كدغي اكو قالو بيه او ما استخف بوعيدي الهي قوديسا وقال او قودي ظالمين تو فوديستاي طيب عذاب كاد سيسان بو خور وا بي معان عذاب اليم يعني هو شيء عذب مؤلم للانفس بون من عربي عذاب كاليم كالذين شيغا هيو عذاب هو من العذوبه ومعان هي نفطنا شيء معان وجبها يا بمعنى أذو حيسني زا تأويل كاسل يمد ساسو مرك الرمان والإسلام كوا هذا طيب مرك وعيده أيو مرك يو حق رأي أو يسي أو وعد إله يبوهيسي وإله يبوه مؤمنين تي أهل خير كوناك أو أما سأنكرهم ما وعيد يوعد بوا إنكري أو سجد أما وحو سجودا لغير الله تعالى إله غير كي بو سجودي طيب سجود عبادة هو من التحية خلاف باكتها يعني أو سب الله سبحانه أما إلهي بو عايبة ضد إلهي عايب ولا ذكر الله يباجرة أو ادعى وحوشة يعني مثلا أن له إلهي نو أهد ولدا وصاحبة إلهي با إلماء يهوين إلى بول هوين هي إلمو ولي يواسدي بعض المشركين أي شيئين إلهي نكب بيني أو أما سوحوشة أنه إلهي سبحانه متولد إنه كرد شيء من شيء بائن عنه أصاك بحسن إذا كان معنا خلطان بايدين قرآن أو أنه متولد بشيء كائن عنه صح معها نسخ ذاك الله صحيح وحاوي أنه متولد من شيء بائن عنه سيدا سوي أو ما سأنه إلهي سبحانه وتعالى متولد إنه كرد شيء من شيء شيء بائن كبحسن عن الله سبحانه وتعالى إلهي با شيء كالي كأبور ما أمكيم أيوكو قالوا بهايا أو ما سأشرك وحو شريك الى اله بو لو وداجي بعبادتي عبادتي شيئا من خلقي انكي سمد كمد اياد لو وداجي عبادتي لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملك وما ملك ورك قريشيد وي مركه طواف هيان كعبده قبل الاسلام يدي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملك وما ملك نبي مركه انت سن اوديسنين ولينا ان لا درين ان رسولك لا دغين هوشا ودبسن جري وحرجل ويحكم قد انت كنت داية انت هوري لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك وفي عنت إلا شريكا تكد داية ورنجري إلا شريكا لك تملك وما ملك وأسيد عبد الرحيم بن حسن وسوقري أوقي محمد عبد الوهاب دعوة مكو أوقي بالله بيقول وبالله أهاي ومستبر يرى وكيرجي أها وعشرها أخري جري يا وحاسوم رجري وضد مسلمين وبريها يا زيد بن الخطاب بريها هي مركز الانجلي الله خير من زيد بن الخطاب الله خير من زيد بن الخطاب إلهي باك خير بان زيد بن الخطاب العدوي أخو عمر بن الخطاب مركز شيخكم مدير رنكر وروح جوجي مرة ما حلق هذا هي مش مشركين يا قبورين بهايست مركز حكلي أودن إلى الله خير من زيد بن الخطاب واجد به دعار يا إلى نقطة عر زيد ما يلقى مغلا قاتل دين توحيد قاتل مركز تبرت كل بتبرت هذا لحول بلقيت بحارة تاوي كل بتبرت نيو البتاك تبي يقول حقوق تكتابة الصومالي ترى هذا مركب كل بأنت على قدر فراشك تتمدد كل بجوجش هذا أنت أنت سكرب بحساء هذا ذكر أنت طول طول هذا ذكر كواب سنيس هذا لكن هذا أو دور نميه هو إلهي باك خير بدن زيد أولي الله بري إلهي بري هذا لا فينكرين أي هذا صدق وليس ما لك تبرئ ستنها الدو أن وضي أو شو ينتبر له حساب تمه وواحد جروي النبي صلى الله عليه وسلم عمل عباس سلم مركو أيمد والنبي محمد وان إسلام الدين تأنكو أديم وان حق فافيو نبي حول وارث ما أنت وحي هايسته أنا يا قريش ما زن كلام مرة إنه أنا نبرنا كوزو بيح كرين نك أرمي ما دخل جي استاجه هيو واد إسلام تي طلك أكون نقو يجور جاد يميجي كون نقو
وأجد مقشة إن عرب كلا بحني وإله إيجر جاري وعلن كي يقول ببنه مركا إيه مركا سنجار سلج العناي ناي تضبط سنة كذب والنبي قام يدل أقوي تقريبا لح سنة كذب مركز النبي محمد وما يقرنيس ها ونك ربني نك سلمي جاه ينكو كلنا مكة قبل كذا وكذا سنة آتا على سود وعي وحاول ينتورت هذا كل بق مال بين مريس مركا مرك إشراك بعبادة الله سبحانه وتعالى وشرك قريش كجرتي طيب أو أشرك بعبادته شيئا بعبادته عبادته سب اللوذاجي إله سبحانه وتعالى شيئا أم باللوذاجي من خلقه كمذا أو أما سيفترى وحكون بين أبورت أو النبي على الله سبحانه وتعالى الكذب بين بكو أبورت إله وكو بين أبورتي بين أبورت كم حكوين بادعائه الإلهية إله نبو الشكتبة ضاد ترى دونك أنا كلا إله نما وياهد طيب دونك أنا كلا هيا وإله نما الله شيكتي أور يور رسالة رسول نما شيكته وافترع على الله إلى رسول الله در سبحانه وتعالى هذا ترى الرسول بان الله يصود دري افتريت على الله هذا إله نما شيكته كبر درم بهدي إنكم مركا أولياء إنه حنكاء من سنين دونك درم بكلا هيا بقو أي وحمام ولا بقو هذا اللي باحن نقول لقى إنه وحنا الله لقيا جلاني قبلها يركي الصومالي قلبت قل يا قبلها أقادين با كنت مجرم مسجدة ما كي مسجدة طم هيان شعب دغادر بلقى الله يا أذان اللي باحن لقول لقي إني وحي نلاعة لقيا جلاني سيدي الضبيش هذا أدو لي وحي نضار دفيا جلاني هل كان بيكسو عوني سبالان رمانين أو لباتي سديد بيدة أو ألف كالقوقو يبا لوضها يا مانتو دم مركع عرك الروب لقوا أيو عافماتكو يرادو عده وعشقات أسقان عسكرنا يا عبد القادر ويجير أبي كليه وحصل سقاقبت إله مستقل وملح بناوي عرك الروب لجواي عافيمات كبا يراضي عدي بعشقات بيعن حولي ببش كل عي حنون طيب أسقان عسكرنا يا عبد القادر ويجير حل جا يلو عرة وحل جا قريش إله كعر الجديد إنه وان ضبم راين حقنا كعرينا شو عبد القادر متاسمورا ملح علماء الإسلام كمحققين تام مخلصين تا كل وضحي عديين صنعاني الإمام صالح بن مهدي المقبلي شوكاني أئمة دعوة النجدية إن مشركي من زماننا أي كدرين حق الشركة مشركي قريش مرن تاسم الله لكن إنك حقائق أن كور قمي وحدون وشيقة هي أو افترى على الله إلى يكون بين أبورت الكذبة بالدعاء شيقة شد وشيقتي الإلهية إله نبو شيقتي أسأل إلا عابده طيب يا والرسالة يا سقى إن الله دريب وشكتوه رسول بقول يا هاي النبي وهذا ويد بوكم الصومال أنتم قحي ما لهم كتجب السودان تكن قصو النبي وأنا سيد ذبا حاج نور بعد عينه يدله مركب والله قبت سديتن كملها سديتن لحن ملها تقريبا بو ملها تجي مركب سو النبي وأنا هاي بقى قل يا صومال يا كوه كتوم إن الله دلو يا هاي محلوها وانا يا شيطان كاس مركب حاله وحنون سين يا هاي بضع صوت ورتيس كده هاي حق الله صوت كان يوم مريم ما كان سومالي يكون نقض يلا دليا ورا ما هي نيو البور رأيو إلى هني بس كشيء كتو أمر رسول الله بس كشيء كتو إسكا بدن تاي متنبئين لما هو أيه ودوبينهين أو نفي أن يكون خالقه ربه أما أو أما وحوك إلى أوبن أبو رتي طيب أو نفي أن يكون أيون أما وحوك أن فيه الديدو الضفرة أن يكون خالقه خالق أبو رأيو يا ربه ربكي أنا عدك لا يا أبو رتي بس كتاعني هاي أو نفى نواصورة قال أنا كل ينفي بأي قرآن وقال ليس وحوه لي ربا ليس لي ربا ربي من ماله بأ وما محي صدفة أهي طبيعة يا أبو رتي وانس كيمت أنا أتاقن مع نساركي هذا وصابت مياه سعون يساعد ربي ماله افتراوي أو مس قال لذرة من الذرات هذه خلقت عبثا أو هملا أما رعسير وصعوته أيو أرخي مركز وحوه لذرة من الذرات رعسير قرآن شير وحيروا مخلوقات كاملة يو أرك مركز ده هذه تنتظى خلقت وحال الله أبوري عبثا عيار بالله أبوري أو هملا أما شقل أم بالله أبوري بمعنى وح لقى دن لقى دن لقى ملها وح الله ده سم محاطا لقى أبوري هيا أبوري برع صهة الصعوت هذه لو يستوى دمن وحمد طري كرتو نفط بها هاي سم محا لقى أبوري هيا إلهي خلق يسب فرها لقى مركز ومركز وكو قالوا بيا كفر وي همل كوا شيء قد دي سنها إيه هدية لسكس إداية إن دن لقى لها طيب حولها مكة لسيدة إن الراعين انت اسك فوفان بيها سو عبان اسك سو نقدان بهمل كلي هذا طيب اذا مركو دن لا غلي هي وخ لو دسر مد مجرت وي عبد كلمه طيب يوما اشبه ذلك يا كا وحي شبهه
لا ومما كان لا يليق ان عنا به بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ايات داس الشيخ مركه ميشك جيو الهي سبحانه وتعالى باكو فنو كنا زن وحي اليهين حمانتا رب اوتيريا ودم رب كو فنياي يكفر وقالوبي روح مسلم كا في هذه الوجوه كلها اسباب الله سو شيغو دم بو قالوب امثلو شيخو بخي غليه امثله كتابته كسابسن الله كسابسن طيب انت هذا الهي خسيزي بو شيخو سو قاتاي وسو غابسنايا يكفر في هذه الوجوه كلها بروحه كقالوبها هي بالإجماع إجماع مسلمين خلاف كما قبان ومسألة إجماعية أشرك بالله إنه قال لميه إله الله عايو ملائكته الله عايو أنبياء الله عايو بين إله الله شيخه يعني شيء كستو أنت الله سو شيء كمذا الروح المسلم كا يقول دعاء وكو قالوبها هي سواء وحاسما وأن قال اللهين فعله أرن كهاسما يروح مسلم عبد سوء لكعة أو هزل أما سعيار أما ضبها أو كأهاته أما كل الليلة هي مربى قال لهم يا قشر الليلة يا قشادي ويقتل والدلي إن أصر هدو كم مدح على ذلك أرنكاس يعم مرك الله يداده هدو هوش يسيد باتاق نظام مدح على هي وإن تاب هدو كن نغضى تاب الله عليه إلهي باكتو بدقبلي وسلم وحونا كن بدقل هي من القتل الدل وردل ودله انتهى كلام هذا الكي بعد ما ذنك حنفقها شيخ حنفى بحروفه وحبا كما بدنا من حروف تسوسو قوري مرك انت ام بان نغا ودول الصمين هي نظام اسلامي طيب البجيري مع الخطيب حاشيه ذا صار شرح اقناع صار مجاغل يبي تمنا افر بغتوني صدح وكغا لباب الرده سجود الهي غيرك لو سجود يا ركوع وكلا قادة وحوليها داد سجود الهي غيرك اسجود وا غانلمو وحا دونت ادو سمي قبري باد اسجودي دغخ باد اسجودي وداد بدو سجودي وحي واد قالو بيسا كافر باطه لان السجود ما احتمال شو وحان كاهين ان قال لما كاهين لكن ركوعه تفريق با قالها يو ان فرسك انحناء واسق كبيره من الكبائر وحارين مرا ملا لكن من ركع لولي او لمقبور او لصنم او لسلطان ركوع تعظيم وتقدير وكافر بول وهولها دوهابيه وهي الشافعيه شرحيس طيب أصناف شاسوفة فهي الله مراجعي شيخ عوري فتأمل دقو أوفيري رحمك الله الله هنا حديث تصريحه تصريح الإمام الحنفي عدينت وعدي عرب كل جيي بأن من أشرك في عبادة الله روحي ألا أشرك إلى عبادة ديس غيره إلهي غيرك إلا وذاجية أنه يكفر إنه قالوا بالإجماع سلام مرن الله ويقتل الذي له إن أصرها دو كل أضيق على ذلك والعبادة عبادة نهضان الشيخ عبد الله هاي لا تصلح إلا لله إلهي عدها ومصوبته طيب ولا يجوز من بنانه أن يشرك إلا وذاجي معه إلهي سبحانه معيزة فيها في العبادة غيره أو غيره إلهي غيرك إلا وذاجي ما بنانه لقول له طيب والعبادة التي لا تصلح طيب ومتدوي خبرك بعد بي عفوا والعبادة التي لا تصلح عبادة أن أصوب إلا لله إلهي معتك لا نسبن ولا يجوز أصلا بنانين أن يشرك معه فيها غير أنواع وي ونوعية فربد عبادته طيب قاعدة مهمة في باب الشركيات والعبادة كصاب سمحاوي شيء وجدد الله أبو ريب مخلوقات كورن بخاصة ثقلينك إن عبادة مرن ملها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الغاية من خلق الخلائق إن سدات أيضا مرن ملها لكن وحاله مهمة شيء أن الله كعابده إنه ينكر قادا وحنكر قادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب إلهي أنا عابد هو ركن أساسية أو أسجى أو جيب إن الله أبو ري أو إن الله خلقيوي لكن قابك على الله عابد له الله وحنكر قادا رسول كنا صلوات ربي وسلام عليه حديث أنه دح قادا إن كتاب كي يصون ذي أدلة شريعة شيء محن كوا إنه عبادية شيء محن كوا إنه عبادية هي إلهي شيء كأمر وعباده هدي لغو أمره شيء يعني عبادوي هدي لغا ريب كتجي سوى عباده هدي روحي سمي إلا أما أنا عمل كاسي هو عباده هدي أجر لغا رتبه أولى روحه وحي سمي أجر بهلا يوى عباده طيب هدي ذلك سمي إلا أما أنا هو عباده هدي دم داف لغا رتبه هو عباده وحي بها نعص عباده لقرته الأمر بها إن لس أمره ثناء فاعلها ترتيب الأجر والثواب عليها مدح الفاعلين ثناء الفعل وحو دم بعباده نغنها
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. وحاله الإنابة وعباده محاودي أهبان أمري. واذكروا الله ذكرا كثيرا، الذكر حلنا وعباده. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وحلنا الخشية هي وعبادة صواب. وحال قررت بي مغفرية أجر وين بال قررت بي ساسي كسعون. أما أعمال القلوب هالنقطة، أما أقوال هالنقطة، أما أفعال هالنقطة، شيء كستوم مأمورة في الشرع الإسلامي. أما محوها اللي قررت بي كتقيس وعيد، أما اللي قررت بي، أما الروح السمعي اللي أماني، أما أجر اللي قررت بي، أما كتقيس وعيد اللي قررت وحلن عباده. إذن المنهيات تركها وعبادة، مأمورات كاللي ماشي سنة وعبادة. ين عباده وحوي وشيء كستو الله جعلنا نقول دوان إلهي مركز شيء كستو جعلنا نقول دوان نقاو بنبوت المامه هذا مرة أكو أمر هيا مرضات كيس دت كسمية بأمان هيا. طيب مركز أنواع بنبوية بشيء خير الله بيتكاس وامهم جدا وعي منها وحكمة الدعاء والله الله بريه الدعاء بريا كمدة لجلب خير خير سجدة شدي إلهي الله بريه أو دفع ضر أما دب دفاع دي علنتي. قال الله تعالى وأن المساجد لله حبناها لقى سجوده الله إسكلي فلا تدعو مع الله أحدا إله إلا جرن كيزا أحنها برينا. أما وأن المساجد أماكن السجود وقوبها اللي قلت كذا ومساجد أي كوب كتاي الله إسكلي فلا تدعو مع الله أحدا. وقال تعالى وحكى الله يلي ادعوني إبري أستجب لكم وإذا كأقبلها ياي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. إذن دعوة بريضة ربط الله إسكله بريضة ربط حق الله إسكله كو إله سبحانه وتعالى سكيس وعبريها ينا ذاتك يبريها أجيب ما هيان بالي. طيب وحانكم مقلين وظنكم فهمين ودقال وانكم مقلين بما تلغون في بحايا. طيب وواحد ذلك يستوي أولياء وهرت حليستي أو بقول الله سنكور نمتي أو أن حتى ور له هين مش واحد كحبا لما أيجا مصدمي ربع كحبا لان سيدي كذا العراق دكور قبري أنور بقول الله دول تجنب وذات فاجي قال دمير بخسوب بحي دمير قل كيبا كحبا لان مش كجرة عمل مل بلوح حين حالي حما شغل بقول انتي وكجرة ريا منام بالله يقول شغي ما له علاقة لقول جبي بالقول رفاضي. فإذا فرغت مركز أعمال شكب حلا مصلات وكلا فنصب إلهي سبحانه وتعالى ويستغو عابد وهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت مركز الله حديثنا يسأل فاسأل الله إذا سألت إذا أردت السؤال فاسأل الله إلهي ويديسه. وإذا استعنت كالما ما كذبها فاستعن بالله أخرجه الترمذي هي غير كبا صوصر حديثك وحديث حسن على أقل تقدير. إذا سألت فاسأل الله إلهي سبحانه وتعالى وحا أسقى مليون أمك أيسن كري كري ما لا يقدر عليه إلا الله. إله إلا ويد السوى عبادية التوحيد إيمان وي إله غيرك إلا ويد سنوى شرك وكفر قال لموت وحيابها كلي ابن آدك ما أودان مسألة الخلاق بيقول مرنا حرام بينقون مرنا كراهة بينقون مرنا وبنان ثم مرنا واجب بينقونس. طيب خلق وحي أودان قبطان بيا كسين كران بعد بيا كسين كران ويكل برمن كران عدو بي كل دفاع كران وأكويه لين كران بشر وحي أودان ولا ويدين كران. طيب ويدين تاسي مرك دور روح من روي كوبنان وصاحب فاقة وحاجة وشرعها فصحي من روى كحارا وسؤاش ولا يقانا من روى كراهيو لكن سؤاش هذا لقاه الله عبادة محدقة إله روح سينا والرميي روح قرم ينا وقالوبها وفيما لا يقدر عليه إلا الله. أولاد إسيباتر شعب عبد القادر أولاد بانكا غفر دياباتر. طيب عدو إنا جبسان شعب عبد القادر وكهرباباتر. إذن سؤال مخلوق حيا أو ميتا ما لا يقدر عليه وكفر مخلوق إلا ويديو بن آدم يا غير كيف إلا ويديو وحسن كريكين كريكين إلهي من أحد كلو سن كريكين وقالمه وشركي. طيب وحال الله مدى حتى روحا مقنع النول إنكم مقلين إلا ويديو سيد الله يقوله وحو حتى كريكين قالمه نغنيس حمر بوجوغا نيروبا دوغا دواق تليفون مدريسيت. طيب فيديو كونفرنسنا بث مباشر ما مدريسيت حاتري كل شيخ حمر جوغا وحبر مروي مقلا شي عبد القادر وباتري. طيب وانا نول يا حي لا يكون مقلا هيو هدو دنتي وركي اسو جوجي
حتى كين نولا غائب كأها وحو كري كري إن لو يولو يستأسون كم مقا ينشرك بأن نغنيس هدو كهور تاغن يهي أوسن ميل لجرين هداد ويديستو وحونا الله ما أحد كلا أوسن بحين كرين قال لما وي إذن سؤال أن ديدن هدان وهابيا نازد أسوي سؤال كستم ديدنين بين با أمد الله وحي لأنه وحاويا وخروج عن العقل وإن أنا وحكا سبت ديدو وحلقاها الله يو حقوق ده ربي بان دفاعينا وانا هوش مهم كادتك وتوحيد كو اصحو ويعقيدو وهداغتو ويحكى لو لغي شين كرا وحاكوز بعض النصوص كو قرن اي حديث كان كذب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده رسول كحور الدعاء ايضا با عباده وحد دبي الاول وحديث كالترمذي ابن ماجه وحصوص صاري ابو داود نسائي في الكبرى وحديث صحيحه وتقرن انسان فمن دعا غير الله فقد أشرك في عبادة الله غيره انت أصلا يا قرآن وإذا كم غمر ملاين هيا فمن دعا غير الله إلهي غيرك الروح برية فقد أشرك شرك بقدعي في عبادة الله غيره إلهي عبادة دي يسيب أحد كان لو ذا جي قال لهم نحفر ديا الدعاء هو العبادة أما دعاء مسألة هالنقطة أما دعاء ثناء هالنقطة انت بوا أنواع العبادات ومن أنواع العبادة عبادة نوعيه ذلك لدو محاكمة بدن الصلاة تبا كمدا يا والنحر إلا تكذو وحنا لا قورع إله درتي لو قورعا كمدا فلا يصلى لو تكن ما إلا لله اللهم بل لو تكن ولا يسجد لسجود ما ولا يركع إلا لله وحاكم مقن ولا يسجد ولا يركع ولا ينحر وإذا كم مقن ولا ينحر إلا لله وحده إله كريم بل لو قورع أو لو سجودي أو لو ركوع قال تعالى قل إن صلاتي نبي الله وحترى صلاة ديدا يو نسكي قورا عيقا يو محياي نولشي وماتي قيري ديدا لله رب العالمين صلاة دي شنطة وقت أتكنيسي بعد آخر دا دعاء أيضا أي آيات دا بآخر دا ومع ذلك صلاة وقرنا قاغضو شرك بعد كل دعي وقال تعالى إلى وحوري فصل لربك ربك أتك النبي محمد وانحر ربك أنا أقورع ووحي ذبحي أسقى درتي أولا إمو أي أخلص أوسى في قرية لربك الصلاة والنحر ومعنى آياته وحد أوسى في قرية ربك صلاة إيا قورة عبا لا شريك له إلهي أحد لو ذاك مجر في ذلك أرنك أسكا وقال علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله إلهي هل لعن ذو من ذبح روح أقبر على غير الله حديث مسلم بصوص صاري من حديث علي في صحيحه طيب كون سقال بقول تضباطني سديد وقراني سامبا إلى التاي لعن الله من ذبح لغير الله إلهي بأن لعن ذو أما الله لعن ذو أحد كحقه الله إعلان كأهين وقد قرن الله إلى حريرية أسكول ري بين هاتين العبادتين لبدن عباده رب اسكو قبتي الصلاة والنسك صلاة إيا قورعة ورب اسكو قبتي في هاتين الآياتين لبدن آيات بواسطة بردقي تهوري وقول إن الصلاة هي آيات ذنبي سورة الكوثر فإذا كان من صلى لغير الله هدويها إلهي غير كروح أتو كذي أو ركع لغير الله أما إلهي غيرك الركوعي أو سجد لغير الله أما إلهي غيرك أسجودي فقد أشرك في عبادة غيره فكذلك من ذبح القربان لغير الله فقد أشرك في عبادته في عبادة الله غيره هدو يهب الشيخ ونك إلهي غيرك أتو كذا أو عنا الله الركوع أو عنا الله أسجود من شريك الهدو يهب فقد أشرك في عبادة الله غيره عبادة إلهي أمنا أولها هدو النغذن لو ذاجي إلهي غيرك فكذلك وحال مدو مشرك نقن هيا من ذبح الروح قورع على القربان حولها على لو دوان هيا لغير الله طيب الى غيرك بو قورع شي عبد القادر بو قورع حاج هبل او هبل بو قورع طيب نبي يا رسول بو قورع ملائك فقد اشرك سونا في عباده الله غيره محايا كل وا عباده شيء كسو اسونا تي انه عباده في شرعنا في كتاب الله في سنه محمد في اجماع المسلمين بدليل صحيح شيء مربها دو سقنا انه عباديه الله اسكل كلي صرفه لله وتوحيد واخلاص وصرفه لغيره وشرك وكفر ونفاق مرك قعيص ام بيوكل بحيس بل ايم الامام ابو حنيفه وكمذا ائمه الحنفيه دي مذهب اودي اسكلها الامام ابو الحسين القدوري كتاب كذا شرح مختصر الكرخي وحكسو غوريي ان ابو حنيفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به ما بنا روح بنا آدم إنه إله بريو وحنا صاير وسكو بريو إله وحنا كوكو بريو بأسمائك الحسنى وصفاته على ولا أقول يا اللهم إني أسألك لكن بحق الأنبياء والمرسلين
وبحق العلماء والمجاهدين وبحق الفقراء والمساكين أبدا وممنوع محايا إلي حق يدك لي محايا آية إلهي أصغر الله سكبري بأسماء وصفات سكبري وإلهي الأسماء الحسنى فادعوه بها وأكره حان نعب هاي أبو حنيف أن يقول إنه يلاه أسألك بمعاقد العرش العز من عرشك أو بحق خلقك القاس والله مري أبو حنيف أسوح لي أبو يوسف حولي أسوح عرشك عز وميشو كحني هو اللوي معاقد العز من عرشك الله أموي تاوي بنان طيب لكن بحق خلق كان بنانه أيضا باطل بق أبو يوسف حولي وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام ما بنانا بول وحرام طيب أبو الحسين القدرة والحضرة قلت والمسألة بخلقه لا يجوز لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز أبو حنيفة أبو يوسف أبو الحسين القدوري أئمة الحنفية ازدبت هاجر وحيكدق الله ما هي إلهي وحلا وديسل لكن هو وديسته بحق الملائكة والمرسلين وتوصل كيني طيب بفضل النبي يهولي هوران حناف حيلة ككع وأباطيل ووسيلة من وسائل الشرك على أقل تقدير أبو الحسين القدوري بمرك تعريف حولي هاي خلقه حق أن كله المجر المسألة طيب بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز وحق كليهين وإيه كقص بهيان مجري وتفضل إيه إحسان إلهي بحنا يوي مركز أدون مطيع نقطه إلهي وحق سين هيو إسكا كاسين هيو إيه وحق ربي الله كله يضو قبصا كرتا ماشي ما طال طيب قل يا ابن تيمية ودي أرماس ومحيدة أرماس ومعها حد قد بي التحقير للأنبياء والمرسلين نبا وحوار كاب إنه يعلمون ديدنا حنافت أي ديدين بحق الأنبياء والمرسلين وبحق محوها بيت الله الحرام إن يتحقير الإمام ابن تيمية كتاب جامع المسائل مجلد كشنات بقضية دا أغوش الحوري ووليبا وتوحيدي إخلاص وي احتقار معها احتقار قوحا شرع وديدي حد قد بمو يتنواتي إلهي فصعي توحيد وناك ويا ابو اصنو ورنا يا ففاينا يا رنت ايضا ومن انواع العباده وحكمها ايضا الخشيه الهي لا عبسد خشيه يا خوفك قيبنا ومن طبيعيه فوجس في نفسه خيفه طيب قلنا لا تخف انك انت الاعلى طيب لا تخاف خوفك يا خشيه مدوى طبيعي وحكوا ايمان هيا وي من نوع حاوي وخوف السر إيه خشية السر وحي أمد ويقانان نمبات كعبسان ونمك مقربة يستم مايا ما بالله ودك دقها يستم مايا ما ورم بلور دايا مايا ما بانقاد حير يسوى تام مايا ما يو علماء السيبة آهي علماء دكوية كودشا بلا يعني روح إنا يسر يو حكود دوبية دكو أكل أيوه تاسوا شرك سبب طبيعي أن كعبسان شرك معه جيس إنما ذو الله بحيه وخلق إلهي ذكوا أبو روي وحم موضوع الصلاة لا جران كرو ماد ويحس الروح ذو كعب صدق ولا ونمح وعد الشلي بيدلوا جلعيي مرك فود ما جرين كرو ورا قرتوي نكو آكو هاي استا توري وهاي سوام فهم كرا لكن شيخ خبل هد وحبل له مدي محايا لو ولا ضمان هيا ما حد ضمان ما بابا مكوفر ما ما ينقده إلى واجد ما يده هذا العلماء ضد أكيد كود دشا أبي السنة أقول أكيد كود دشا أبي أسود رول بيو أكتر من كذا وصعدهم بيكون دقيق وكسيريس مرك عيد دائر رول كاسي أكتر لقى ما قرط باش واركتين ولا دهنا وحيد ينضد بعد مدة لكن تضم وجن يبلاء وكلين هيا ولا ده ردوا ورون توضو سحر يجني يبلاء وش قيس جري نك زيارة ودي ده روحان بلقى ذي جنجري يا أهل بلاء يا لوس يدين هيا حوله يا أري يا جيل يا قبلي عرض الله حق عاية إبر هاش الساق ودي ذي يا اللي بحكرة طورة هيا جنب اللي بحلق قد يقول قبابين مرك خوف السر بيقع علماء الدعوة النجدية خوف السر هي خشة السر وحوى إن معنى معنوية أون موقنين أنك كعبسط سبب كأكو عبس وين الفانو أبي أسوأ كوكو صورة سين نبي موسى ولا عبسن كرا وحلا قرتوي نبى ألابو كوكو دلها هي سوى فهم كرتا لكن إن ترى ما نقد داي نمط نقد دارنا بلا يوي وحوسي دينيا لين بلا قدولها هي فلا ليه بقى كفكان هي ليب كوكو دع با كمين هبار كودو قيا دي هوري ليب كمو اها وا وحي كفنينا يا امسن جيم شادين باي اهي بلاي امه ضيقه بابي يعني خشيه داس الله اسكله الله سبحانه وتعالى با اسكله خشيه حسيه يمد مع الله اسكله سبحانه وتعالى مد خشيه السر او خوف السر لو يقان
أحد كله هذا تيسه وحاوي أنا واتقالوا بيسه شركة بتقول عيسى فلا تجوز مبنى الخشية عبسي إلا لله وحده إن قصوا لك على الخشية يخوفك لك على قاضي هذانا إلهي بقى اسكلا عبسي ده قال تعالى إلى يحرف فلا تخشوا الناس واخشوني ضلك يا لقبق إن أنيق هلق عبسه وقال تعالى إنما ذلكم الشيطان متكاسي وحوي الشيطان يخوف أولياءه أولياء يكون عبسين هيا كو أصلا قعل كوها عقت الله ذن مرن ما هي طيب بالكذب على ذن حاقة هيا والذين كادين هيا طيب إذا تم بالليه هاي ما أنت لو حاسم بالله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم هكعب سنك قال لي شهادنت وخافوني إن كنتم مؤمنين أنا جاي قعب صدق هذا مؤمنين تيم بالي أديك عليه بلوك لبحاية قال تعالى ومن يطع الله ورسوله إلهي الرسول كسر روحه أطيع ويخشى الله إلهي كعب صدق ويتقي إسكن إلى لي ذنوبتي مع صدق إلهي إسكن دورة فأولئك هم الفائزون قوة بقوة اللبانية فجعل الطاعة لله ولرسوله إلهي طاعة وحوية الرسول كسي أصغبا إلهي لا ضعوا واجب وان إيمان رسولك لا ضعوا إيمان التوحيد وي لكن خشية هي التقوى إلهي ما لها رسولك ما لها الله إسكالي وحق الله خاصه نبي محمد خشية ما لها تقوى ما لها وجعل الخشية والتقوى لله وحده لأنه حقوقك لدوان وي حق الرسولك هدي روحك الله سي ولو قالوا نبي الله محمد حق لها هدان أبو بكر سينه هو قالوا بينا حق إلهي إليه هذه النبي الله سيانا ولو قالوا بهاي وحقوق لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان إلهي حق بولي هاي أنا أحد كالأصول نين أدون كمحمد أنا توقير اتباع احترام تقدير بولي عدك أن الله قلين وحي لسكو قسم ما يدل لسكو قسم ولك لبحاية ومن أنواع العبادة عبادة أنواع ذلك لدو محاكمة التوكل إلهي الله تلسرت لسكوها الليه لا اعتماده وهو توكل كنا إسناد العبد أدونك وترشوي أمره تليس الدنيا آخرة أترية إلى الله وحده وإلهي كله أترية لا شريك له أسوى شريك وصن أسوى نين في جميع أموره الدنيوية والدينية والدنيوية أرمها الله رمبا كوة دينية هي كوة الدنيا بقى. وإن إلهي تلصارته أسوى أسوى الله يسوى عسكته اعتماده شعب غدر على عسكنين لا شريك له في جميع أمور العبد الدينية أمور أرمها لما أنطط بإله وحلا وذاك مجد حق اتكالك توكلك الدينية أرمها آخر ويهدي إيه والدنيوي قال الله تعالى وعلى الله إلهي دشي سكيل يؤون فليتوكل المؤمنون مؤمنون تطلع سارتين عامل كبال السهر مريالي طيب حلو سهر من اللي يعم طيب وليفيد الحسرة والقصر إلهي كلجي أحد كلمة أقلوي توكلك لقاها الله يحوي إن إلهي أتلصرته فيما لا يقدر عليه بشر لكن إن هذا وكيل ترى ورسلان تبانه وقوش متى يقري هو لو محمد هذا وكيل إسلام تيسو مهري هوش إلى قبو وكالة في المعاملات الدنيوية وفي الأمور الدينية وحي وكالة إن يابا قشو لم الديدن وحل غالي لكن وإن أسكوها الله يسو أحدا لك أهي سبحانه وتعالى أمور تغيبي قاع إيا وحيابها مستقبلي قاع إيا وحيابها أن الله ما يعهد كلا أسان قبان كرين أو الله تلا سارت مخلوقات كتاسا قالم وشركة تاسا لقاها الله يا. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إلهي دجن تلا سارت إن كنتم مؤمنين فمن توكل روح اسكوها الله تلا سارت على غير الله أحدا لك أهين فقد أشرك إلهي بأشرك يلي في عبادة الله غيره حلو ذاجي في عبادة الله إلهي عباد ذيزي وتوكل كاهد غيره بلو ذاجي ومن أنواع العبادة عبادة أنواع وحاكمة الاستعانة الله كالميس إله إلا كالميس إياك نعبد وإياك نستعين واستعينوا بالصبر والصلاة إذن الاستعانة وعبادة ليرى محايا لوالس أمري طيب إلهي با أمانك هو الله كالميس نبيك أماني والدين طيب مواصفات كي كمتها قال تعالى إياك نعبد أظن بأنك عابدنا الله وإياك نستعين أظن بأنك كالمك وديسنين وقال النبي لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله ضد وحكى الميسن بن آدم كورن بين الكافتون تو الله يسكو حدا واشي مهم لو باهي سيدا درت يدبو النبي وصحابة قاركوت بيع خاص الله قلي ألا يسأل الناس شيئا أبو بكر با كمدا أبو ذر با كمدا رقنو عاس وتضوء سديدة ينبو مال بيع كولا قلي
إن هذا إلهي عابدان كلجي وأنيق الرعدان ودين تكون قنتان أو ما كاسو نبي وحوجدة وألا تسأل الناس شيئا إن هذا فقر قال يا باهدا هذا أتقول لنا قط إلهي هوس دكت أحد كان كافتونته وشيء أن تذكر قارك إذا كري كريم ولا كاديل لكره ومقام الأنبياء والصديقين وي طيب استعانة لكن وحي إلا إسكالم يسمرقه واجب أن نقوم بهذه شيء برقها أم الجهاد كها أم حدودي يشرع الله طبقها أم مسلمين طلعاوية مركة قاركوت بدون استعانة صورة قليل ميسبة وتعاونوا على البر رسالة اللو يري طلقها ليلا وكمحاوي إلهي سبحانه وتعالى وحو أساق من أحد كلا إيسان قبان كرين أم أوسان كري كرين وإلهي غير كي تلصارته أما آت كالم يستوي لا تستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله طيب ديك الشرك بعض أحبار إيسان وإذا استعنت فاستعن بالله هذا إذا كلمة أباهن تي إغاثة إلهي كلمة سال لي أحد كلا برنا كديك مركب هي أذئيو ضدك وحي أباها قلبي قد كحر يا مخلوقات كو رنب وإن لقاد قلم ضدك إنا يجو شقيستان وإلهي عابدان نوش وصوصارتان ويجو سكوب في اللذان ويسكو عشدان ويسكور قوام باكو في عن لك هذا يروح حقوق ما عيرا مكو دعا هي أذي هي دي الدقدة بحنجر سما فلكي بالله يعاية سما فلكا وحنا باب عشيوهي أفرطن سنو من الدبتة يمري قحوتنا قد قان يمري الشمور يقلي عقارتون نوكا نقو بابي أنا ضعن علوات أنك قادنا يشوفن أنك قادنا وأنا باب عشان كواس كواس وضم كوائن آدي آد لغة تحدر فساد كو ذا يقلب كو ذا دي قاب كو لغة فإذن كرن واخير لكن آد وإن لسكي إلا إنما كا يقع ميلاح لغو بابي مير هاشم الجيان يبارو كجرانين وذا دجوغين بطلا مي جيان وسمايلا جيان أمي سمترية المشركين تو جيان طيب ما هي أنتوا الأجور ده وده يجوعان أنت إذا دو كتير محلو قمامي هدو وأنا أجره نينك الصومالي وحول أنا جه هلو دان تحول درين بقى قال محاجة الليل هبين بالله تمابو مالك محلو تمويبو باش دان تلا يد هذا درين بقى قام محاجة أما هلو هبين بالله بحبو قبل يقول بهبين بح برق إنك ما لود يكتب هذا رون طيب باش هذا يباشو ده عدنا مجر تمام مالهن قالوا دجوج تام مرتدين تو كتير يا مال لقيه أبارة كده ولقو بابا هاي أو كون كنيات كسكرات كقاون تركانا لا أي مصيدة دقة تدلش أي بابا لما الله سيح ولا ما أنت يرى مسلمين الله قوام ما هي نمان كأذا لسك وحوي يعني لفت مر بأكو جرتي طيب ماشوا مه في نأذا لسك يلا نمان كأي قال ومن أنواع العبادة الاستعانة بالله بكبير قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله ومن أنواع العبادة النذر نذر هو عبادة شرط بينه نغني شرط وأن باب شيء جد وحرك يسا أسكر رمبا روحان هاي أو كف هاي وحلف كحرا أما عال كحرا أما مرقود ضبنت يا فمن استعان وأنا خير سما هذه فمن استعان روحي كالم يستع بغير الله أحد أن الله كأهين فيما لا يقدر عليه إلا الله وي فقد أشرك لو ذا في عبادة الله إله عبادي سو استعان ضاهين غيره ومن أنواع العبادة النذر نذر هو عبادة وأنا قصوم مرة يوحى الله أمره أما الله أمانه كل حوي وعباده وما أنفقتم من نفقة يوحي صدقات بحسان أو نذرتم من نذر أما نذر نذرتان فإن الله يعلمه إلا إنه أجي هاي بالله الله لكن مرك الله مسلمين تلقوا أما نذرك يوفون بالنذر نذرك يوفون يا مؤمنين تخير كبدن ويخافون يوما كان شر مستطيرا ما شركيد وين هي وباها هي باي كعب صدان مرك ايفاؤهم ووفاؤهم للنذر ومدح وثناء عليه عباده ومرك النذر شرط كان نذر كالله ام بالو غلي كرا لكن هو شيخ النذر كسوق القبر با تجي طيب واذا كو حبالين لو سجدوا لو سغرغرتو انت ضانكي سادنك اها خادمك صنمك اما وصنك انت ضان صومرين يقول أرى شيخ شرط كسوقل شيخ بلو صهدين نقطه وإسلام تو الله وحكك كينه ويكن نقطه هالشخص دبي بنكين هيا دبي سانك ضم بسيارة دبي بنكين هيا رتي طبعا حالات بنكو جورع هيا حرق ما كوسو حرنيس إسلام تدل ويدي وذاك وحوك عواي نك مطورك كفر يستي حابا نين والب ماشى قدرا أيو شرط كجل هيا مركا هولها قبري انشر لغغلي جيرين سومالي كوما ولي قبرته واوينه اوثانت يا اصنامته واوينه الهي سبحانه وتعالى كو دمي اي بابيي اي لا دغالم الهي خير هسيهنا غولاي
وحي كسور جدا الله الدمية وبابا شو أصنام تأزية تالوين كي يموقال لها شركة وإن لبابي ولا لدى قالما الإمام جمال الدين القاسمي بحث ديربو في تفسير كولا يقضيضا وكغالي وكذلك العلام من القيم في زاد المعاد أصنع بحث بكولا يهي مظاهر الشرك وإن لبابي ولقوة رحولي بأ سيدا كوة نور لو لدى قالما هاي وإن قبورت وإن لودي قيل لعبد الله لدى قالما هاي وإن أدونك لرافيه ضدك إلهي كلي كحنا ذا oo isan ku soo noqonin dhulka iyo hoosta iyo cagada isku soo laabin cirka weyna dadku aadaan way ilaahay yarka adduunka dhoban dhoban way la baabeyo wa min anwaa al-ibaati an-nadhr fala yunzaru law nadhri ma illa lillahi wahda ama fala yunzaru tayib ruuha muslimka illa lillah sharar hadad galayso ilaahay baad la gal ilaahay wadad ya caafido boqol salaad baan ku tukan haya inta sadaqaan la baxaya hadaad wiilki iga maqnaa asagoo nabad qaba isoo celiso inta soo wanaaga ilaahay ka gal صلاة صون حج عمره صدق الله بح قرابة حريرس وراء جاء إلهي لك طيب من نذر أن يطيع الله فليطيعه واحد صحيح هذا وأمر قال تعالى إلى حلو ما أنفقتم واحد بحسان من نفقة أي من صدقة أو نذرتم أما أثرت شرطان من نذر شرط أدلك شاء الله فإن الله يعلمه وقال تعالى يوفون وحيوا في المؤمنين تطلبت خير كبدا بالنذر نذر كي أسأل كسور إلا قالوا وكراسي الراجحة asagoo cibaadada noqonaya aakhirka ya hadana nabiga ummada u diido kala hadlay maadaama ay dhici karto sharadkii aad gashay inaad oofin waydo walaan alwaajiba bin nadri akadu min alwaajib bi sharci ba liyada wixii allah uu ku saaray si toos ah ku saaray istiqlaalan marba laga dhaafi oo hadii aad kari wayda laga dhaafaya لكن وحي أن ندرس كسارتي الشرط جاء أدب علسيا مرك النفط هذا أنت الله صاري بابا كفلانه ولا يسكر الله الصاري هادو من الكسب بحوي على جيا بكو أرجع على عن ندر كوجل ماله والأرض بعو إلى ندر وحن كوجل امتحان قطع كوبس أيدك إن إلهي أصوم معي صدح بلود طيب مرك صدح بلود من كرو أي بالبان دافين وين محن صبيا امتحان كأيدك إنه كوبس وقلا صدح بلود وانا قاجين له محاكوة مرك ربا طيب انت مرك هورتا امتحان كيد كحو يبا ان لا غارين محابد علي سو ساريسا لو ما هوش ايدا مرك هوربا مرك وا كرايو في اوله لكن ينقلب مرك ضاعي هي واجب سو بدلايا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يريد من نذر روحي كن نذر ان يطيع الله اله ان واطيعوه ولا جبا دوناك فليطيعها اطيعوا ومن نذر روحي كن ان يعصي الله اله ان عاصي ونذر كغل شرط شرك يبلايو فلا يعصي فمن نذر للقبر أو المقبور فقد أشرك في عبادة الله غيره أنت صار يقر وإذا كم قنت إلى تاي فمن نذر روح أن نذر للقبر قبر قبر بأن نذري قبر الشيخ قبل وقبر لفت الكساء أو المقبور أما كيم يشكو حب الله أضيقها بأن نذري فقد أشرك نك وحول ولا جي في عبادة الله إلى عبادة الله نذر كأيد غيره بل ولا جوار مشرك شرك بعد كل عظيم طيب شيء قاطمس إنه شركي هاي أما قال لما يهي مرن ملها أدوك ما لو قال يسين مسوا لو حكم إسلام مركبة ومسألة كلي مسألة كلوي أفر شن حكم أو مسألة كحرن أي هل متكلية مقيا أنت كلا ولا جهلي إله سبحانه وتعالى وحن إنه حرمي طيب وحكم الله يا سبحانه وتعالى يوم مفسد ربي وكوكا سبحانه وتعالى وصبوا التحريم كأه يوم الحرمة القائمة على الفعل انت با يا مفسدة كجرتي انت با والله هيا افر تا شيء با والله هيا لكن ثمارتي اما حكمك كدلن هيا وحد طبيسي بلغي با ان مركق للجهل وللتأويل الصيغ لو عور دار لكن شيء قال لما كبحي ماي مركض قال لما سي وحوا قال لمو وحوا حاران فالبنان ماها وشرك يكفر لكن اضغ محمها يا ملغو حكمها يا ملغو دلا يا اسلام مركا كفرا وردتر ومساله كلي اسم الشرك مقالاً ها مشرك بات وحاسين مشرك باقوتا وحاد كل عليه مشرك مشركين ما ذكر دهينا اسم الشرك والكفر قد ثبت قبل أشقر رسالة ابن تيمية سبحانه رحمة الله تعالى عليه مرك هذا الزني سته وحلولي الزاني باته بين بعض شكت كاذب بالقولي زما وهذا الله يسا متكلم محاضر بالقولي واضف إذا درس هذا يسا مستمع باته يعني صفة إيه فلك كل بقى ثم إذا ما على قدم بلهي
هذه عقابتي يدلك تأويل يمحو أي جهل وعور داري ما قعيا كافو جنهايا وحاطم يسأنا ما عكارا إن يكودي ذا يوي روحه تكن هيا إسلاد سأي صحن حالنا وامام حي ومصلي وصومن طيب حاله بالواصائم زكاة بحسب حالنا ومزكي طيب ما طيب زمها واطفى إذا قاعد بان لنا لأنه وصف كوكو ما يبقى مقع لغاقا دنبال هيا هذا الحاج دمحان لنا ضوافه حاجي عمر معتمر لكن شركة بقول على أي حدا مشكلة ما ديكروا هذه الصومالية وأكديدني شركة واضح بري مشرك باتن مشرك طيب وحكوز الشركة ومشرك مشركين لكن سرك هلا قاضو حكم جهل يعذر الدار وحقق بتام العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي قيام الحجة وحلو شرطيا لتنفيذ الوعيد الأخروي والوعيد الدنيوي إن لقد له آخرنا العذاب كوارته إيه قيام الحجة كتايم هاي شرطي لكن مقع الغوبعن وحاط ما يسوي أضو حار نحفة ديا وضبارن هيا على رب نحفة ديا كلهم مين ما تم سما أضو باشا نحفة دفلين هيا وحي دفلين سما كسيرينا مشركين طيب أهل الأهواء والبدع بان تاقنا لكن عقابته يدلك ومسألك لي أوبها نيضو تحقيق الأوبها أوي طيب والحاصل قبل قبله وحاوه يبو الشيخ أن العبادة عبادته اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال عباده وأفعالهم تعريف كان أفي عن شيخ الإسلام بأسك الأسل كيسة طيب رسائل سيرت العبودية اللي يقان على حسن وتحقيقي مكتبة طالة مسألة اللي أشرح حيائية اللي مراجعي أن العبادة اسم وجامع أرورية ومصطلح يا البيك يا الكدق وأرورية لكل ما شيء كستو يحبه الله والله وجعل ويرضاه لكي هاي ومن أقوال من أقوال العبادة أضم الأقوال شوضاء يا أفعال فالك وضاء وحن صوم من رأي إلى يوح وجعلها إن لو قد ولا عبادة وحن لو قرن كرا قواعد أن صوت المرور كاهيد أمرهم ربه وأمر به في كتابه أقوال شاس يا عشاس أمرهم إلى وأمري به إلى أمرهم الله به سوى أمر في كتابه على لسان رسوله وقد صرح هذا الحنفي يعني وأقوال يا أفعال أضم إلي ما دانو إلهنا أو أمر إلا لي ما دو في كتابه وكو أمري وعلى لسان رسوله وقد صرح عرف النبي مع إلى كتابك إله النبي محمد الله سمريه طيب وقد صرح هذا الحنفي إن كان إمامك حنفك وحو عدي في كتابه الذي قدمته كتابك أن كسور مرشي طبيب المحارم أها لك أدي أن كسور مرشي أن من أشرك روح أشرك له إله إلا وذاجية في عبادة الله إلى عبادة ذي غيره فهو كافر بالإجماع إنه قال يا هاي مرن الآن ويمضوا اسكر راعين ويجمعين سواء وحاس من وانك لقال الله ينفعله عمدا أو هزلا أما كسا وصمي أما دليل وصمي أما ربها كنقطه قال لماذا مرب هذا الكرد عضو طيب أضوان قصبنين إلو قال يسين ومذهب جماعة علم الله يقبتوي جهل من الوعي ورداري تأويلك من الوعي ورداري في الكفر الأكبر والشرك الأكبر مسألة خلافية وحكى لي مجمعة وحاوي روح مكلف كأنه كهلينا وح مجمعة وحاوي روح مكلف هذو شرك أكبر أما كفر أكبر كرعه وحلو عداري بلي كراه فقط انت كلوة مسألة خلافية هذان إذا هذا مثلا في مسائل الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يعذر أحد بالجهل ولا بالتأويل ولا بالخطأ ومذهب صائغوي وأدلي سلي لكن إلا من أكره وقلبهم بمجمع وحكى الخلاف بكفر هو شو مركه ولسك كوبان وي روح مكلف كانه كهلينا مجنون يا يعني كما هلا انه يا سبي ان قان غانا اسو وان مميز اهين ولبا سبي مميز كا المها الله بيو تمنجر كا ما تمنجر كا ما سيدجر كا سغال جير كا اي وخ كلا سوعي هدو قال لما كو دعيو كفر ما قالو بهايا جمهور السلف انه قالو بهايا تصح ردة السبي المميز كما يصح اسلامه لكن لا يقتل الا بعد بلوغه لوك هذا ولو مدي اللسان لبصنا وهذا يا قان قارو سواق بتمانك بيدولي وريا هذا كور باص إذا ترى ما كتب بتكلم سواد منس هذا كتب كنا وقت ذيك الوقت جاية طيب مركب وجمهور السلف سياسة قبلا والرأي وحجر من تمر رحمة الله تعالى في كتاب درع عقل والنقل دقيوا وين ما كسب عينات جراب لكر لا ياي المير السبيعة محمد كوجار نابع
وقد صرح وعدي هذا الحنفي في كتابي الذي قدمته لك وعد أن من أشرك نك لو ذاجية في عبادة الله إلى عبادته غيره وغيرك فهو كافر إنه قال يهيب الشاقي بالإجماع سواء فعله عمدا أو هزلا وأنه يقتل إن لدلب الشاقي إن أصرها دو كسي تاقنا على ذلك أركاسك ملك الله قبتل البراروجيها دو كجوك سنوه إن لدلب الشاقي وإن تابه دو توبت كأن تاب الله عليه وسلم وحكنا بتقليا من القتل دلكي قال من الوجود والله أعلم وذكر حوش الإمام الحنفي أيضا كنا قلنا أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق إذا فعله المسلم تحبط جميع أعماله ويلزمه إعادة الحج ولا يلزمه إعادة الصلاة نقل عن موسى يقول لك شيخ وصوق أبصري نقل عن موسى يقول نين وكتك إلى أن قال أبو المقتدى هذا الكبير أحد الكوي وحكنا حوش أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق وحد سمين تسعى قال لما تيسي أن مرن لهين إذا فعله المسلم شيئا مرن كجو يعني قال لما تهي أو شركي يهي بل كل عضي إذا فعله المسلم تحبط وحاها وبان جميع أعماله وأنا أحد السوشة يعني خلاف كل حيية حنفي مالكي ودنعة يا شافعي حنابل ودنعة في حبط الأعمال ما إنات قال لما كل ما تهي شرطي أه مثل الصادق وقل دعضا قال لماذا بمجردها بتقالوا بيسا بمعنى أعماش هذا هو بنيا ويلزمه إنه كل لازمي بوصوش إعادة الحج حج كنسو عليه طيب حج بالله تيمد كذا كهر قال لما تقول على حج كوا بري أعماش هو بطيب وكوب بري مركب صو إسلام تي طوبت كي أنت كذب حج كلا الله قال ربا ولا يلزمه كل لازم عند الحنفية إعادة الصلاة والصوم صلاة الصوم كوا واجب مهيان لسعلين تودي عند الحنفية لأنهما صلاة الصوم كوا يسقطان واكد عن عين المرتد واكد عن لك حج كمرد عبوله ويكون حنقا مسلم كي قال لماذا كل دعي وطؤ قلمدي سماع امراته قلمون يا حراما وزنا بنقن هي زنا يا حرام بنقن وان اتاه دلي ماده بكلمه الشهاده التوحيد بليم بحكم العاد صدقا كيد بسكليم وسكورت يجربا لا اله الا الله لا اله هذا قال لما كل حجره هذا شرك سو قال ووردن هي تصبح وين بقولا ايو رجلا كنت توحيد مالك لي ماده كنت توحيد كن اشهاده يكون صلي كون آيات كرسي وآخرية ملكو وضعنا وضعنا شركي بكو سدعا هيا إلهي غيرك ببريا هيا وسجود هيا نذر بقلا هيا إلهي بعايا هيا رسولك بفرن هيا يعني حقوق ترميس وعاد وهذا الوي والله بالله عرق كبا توكلوه واللغو اليمين لغو شهادة تنوي شهادة اللغو أول يؤمن حكم أن كينين طيب وحور شغو وإن أتى بكلمة الشهادة بحكم العادة لم يرع لا إله إلا المهي ولا تحكي المهي عما قاله طيب طيب لا مهي دون قرينكم ولم يرعى سنكهر بكف عن طيب ولم يرعى سنكهر عما قاله وحو ويري لا يرتفع الكفر عن قال لهم مربى توحيدك بس قالتهم وأشهدته قال لهم وكدرته إذن قال لماذا ولي واكو هاي سطح الشهادة ذاسي روح واتو حيث من قال لا يلا دايو كيف تصنع بالله إلا الله ميشا كما شقيس ميشا كما شقيس كيف تصنع بالله إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة وكافر كأسلق آي أطالا حديث حديث كي معو آي عمران بن حسين إيو حديث كأسامة إيو حديث كي مقدام إن معدي كريب إيو حديث النوع عازة كافر كأسلق إن ولي إسلام سوقلين ayaa markuu ku dhawaaqo tooxiidka aan ka istaagayna ilaa waxaan kula dagaalamaynayba inuu tooxisada yahay oo nabiga rumeyo ilaahay qirada markaan seef ku qaban haduu tooxban deynayna laakin kan islaamka ah asagoo tooxiidsan oo tukan oo soomi oo salaadi iyo shirig yelahay oo gaalnimo ku jira marka shaahiisan la cibrata lahu ولم يرعى سنكها وسنكر ريبت عما قالوا من الكفريات لا يرتفع الكفر عنه هذا الكان هذا لم يضع أن سو أن الكان يوقر أنا خي هذا سو عجب قبة الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي أو أنت يصدح بقول تضباطنك وقرنك أفراد شرح ولي هاي شرح بدل الأمالي صفحة صدق يصدح حولي هاي مركو كهل هاي مطني قبل الأمالي حو ميا وارتدادا بعد دهر يصر عن دين الحق حق ذا ارتداد ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد الدين باغتفالي مركو شرح أبيض حول ويقع الفرق بين الزوجين هذه اللي بدي زوج مد كمذا قال لما كل عه كي كان لا أوصل كل عين
إن لك لفرا واجب إسلام أنت وموحيات قيمة بدل نيرو إسكا جوكتا أما صوماليا نينك يدينا شريف بوطاغيرية بهولي هيزي مرتد بنغضي أما سمترية دي بوعي اللي عيو لدي القاضي ولا قاشان قاضي ويقع الفرق بين الزوجين أما وحوطا غير سعد ونقول له وصل قبل المرتدين تي أوغادين يجوكو حروضي ويقع الفرق بين الزوجين إلا كالفرا واجب إلا بادي حاس ولا كالفوري وتجديد النكاح ميركي اللي حسبونية واجبي برضاء الزوجة ولبا قبل ورها لكو أه إن كان الكفر من الزوج ميركو وابرا هي احنا في سيدي قبان وينا وشبعي وخلاف سنة لك عرب عليين هدونينكو قالوا مثلا إسلامتنا أيضا قالوا بمجرد قال لما كده عن نكيدو وكلا فرمين وقال لك في جنها يا هدو نينك توبات كينو أول إسلام تبان كن نقول أيوة إن هالك نقول توي نين قالوا بمصر أجمعين دافية ده بخت جيزة وهم الله في جن لكن أيوة ده هالك نقول تلو جزء علنا يا إن كان الكفر من الزوج وإن كان من الزوجة هذا إسلام تيجوا قالوا ذي وإنت أن لقوا أن أي صور نقطي يجبر على النكاح ولو غصب إنك جرسته ويكون نقطه وهذا بعد تجديد الإيمان وتبري من لفظ الكفران مهرك وحال عزبون يزين وررك الله صويا بيبى والسكوس عين مرك يكبر النقدين قال لماذا يكون دعين أو بنان كسو استاجر وحول ولو أنه أتى بالشهادة عادة ولم يرجع عما قال لا يرتفع عنه الكفر وذات كان بان أمة لا ينو يهنيك وحكسو قلنا الشيخ كتاب كتبيه المحارم وأنفيرية كل لكن مهل عد بالتحديد مرك هذا كان ماشي كو قرني هذا كان ماشي كو شبه مرك نقاس احمد بن علي الرازي الحنفي وعلماء القرن الرابع ها كتاب كيس شرح بدل الامال انه يدعي كرتاه هذا ولو انه اتى بالشهاده عاده ولم يرجع ان قد حينو قرن ولم يرعى عما قاله هل كان ولم يرجع عما قاله اي جينك قوا دعي كرتاه يرجع لهذا ويرعى اي سنايم با ولم يرعوا عما قال طيب لا يرتفع عن الكفر ويكون وطؤه مع امرأته زنا وولده في ذلك الحال ولده زنا وحوري إسلام وقلمون هاي وساكو قبي طيب قلمضوا وحاران عرطة ساكو للاتنا وحوري وعلوي وحكوسي الدري أحنا أفتي الشابعي خلاف كذب سوقوري إن عوامته أي كبضانتها ألفاظ الكفر وكهالي إن مركز سا قال ماذا أقول عام بقى كلفور ما ينبك هاللي وحولها دي مذهب كحنا في ذلك القبصده وعلى مذهبنا أن قبصنه مسلمين تبضن كود يا عوام عامضة بضن كود عروت ذو الذين ينقونها ينبو ولو وقيل لولا قول الشافعي لحكم العوام كلها بأولاد الزنا لأن ألفاظ الكفر لا تخلو من ألسنة ينبو هدي مذهب كحنا أفضل لقو حكومه أنه قادنه وحائما ما أنتوا قال لما كوه الإنسان تواسك قضاء أنا تبحثن هيا قرع بعض لهم هيا وحن فرع بعض قرعي وعلوي لأنها وين وأسوي كقالوا بي أما أيضا كقالوا ذي أون مهرجرين أيو قضاء مرقع أولاد وحتى الطرم هيا اللي قرها فاتنية اللي كر لأي هيا وأون قرعي كر هيا عند الحنفي لكن مرقع أنه قبل مثلا الشافعي إن عامل كوه بنا بالموت ثانيا فرقضنا طيب أيسا فرقة بائنا النقنين إن هذي قبل انقضاء عدة الله صلى الله ولقبت بعدها هي بمعنى حنفيه مذهب كان وكود درين هذا بيقود درين مرك هذا محوش بها رجاء وقال الشيخ قاسم محوري ابن قضلو بغى اليوم قاسم قضلو أنا كود ومن كلام الشافعي عن جارها هي عباد الله يصوف فيرني اليوم قاسم قضلو بغى وحوها علماء لما تيسيدات بقول تضباطني السقالكي وحوش شرح كتاب لدور البحار دور البحار بالشرحي لشمس الدين القونوي أو أنت تتطبق لسديتني سديد شيخ أسوي وننع إمامه فقيه حق حفاظ الحنفية كجر وكتب حديثه إليه وقال الشيخ قاسم في شرح الدور البحار دور البحار وي النذر الذي يقع من أكثر العوام عامضة مسلمين تبضن كون نذر كردعة بأن يأتي إمتنا إنه متكودي ما دو إلى قبر بعض الصلحاب إمانية نبا صوكعي قبر نين صالح ومن هي قائل أصغوا لي يا سيدي فلان سيد فلان إن رد غائبي كي إقام مغنى هدي الله سعي لبعض ذي هش إقام فكطي نين كي إقام مغنى إلا واي أو عوفي أمال عافي ومريضي كي إقام مصنعي بكسودو
أو قلت يا أما لجدو الله يقبض حاجتي مراد كيجا لك وحاقو أن كوس زيارنها يا من الذهبي ذهب حق زي والطعام الراجينك يا والشمع شمع الله شدة لو في قبر يا درس هذا يا بالبلد هذا كذا وكذا أن كوسنها يا أبو فانوس يطريق لقوش ذو ذهب يفضو أنت أصل شيء بان كنا يا ندر باطل إجماعا لوجوب ونك حنفي جها إمام كاسي علماء قرن جسدي هذا يا سقالات حلو وباطل بإجماعا لوجوه إن تاسو وجب باطل كوية منها وحكم إذا أن النذر للمخلوق لا يجوز شيخ وصوق أبصدي وجه كوبد وحاوي أنه نذر للمخلوق ونذر إلى شرط المخلوق لو قالي والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق سيداس الشيخ يقول وهل ازدبطها الله ولكن شيخ وصوق أبصدي ومنها وحكم إذا أباطيل شكل يكون جروي أن ذلك كفر وقالمه إن أولياء مخلوقات شر الله والعبادة إلى أن قال إلى أوجيري وقد ابتلي الناس ذلك ألقوا امتحاني بريها ذنبه بذلك أرنك أولياء أهل قابل النذر أقلا ولا سيما سيقارها نذو حاوسي درو النذر كالقلا إيه شروطة في مولد أحمد البدوي شي أحمد البدوي ماشو كل شيء يمشو كحبالين هاي أيها بقدرن بور، ولا قصوا قال إن إنكوا نبيعوا أي، وحين قال قوس سمعوا أي، محاودر الرحمة كونفر ما كله جو، شقوس نكوا علوس مية جري، كونفر ما كله جو، كونفر ما كله جو شقوس بوع علوس، قلبيت ما كله جي الشيخ أبادر نلا يادو أدار هرقوا حبالن بوع علوس، وقوي ما كله تلو محو أو برخل ميوا، شق برخل لازم نوع علوس، شق أساس لما جرى، طيب وش عصبوا أسمونا، ووث صنم عصبوا مش يساق لقى فرع عمي جدا مسوا مقع كلي كي لقى فرع عمي طيب ما قالنا هذا ميرا هنري وما هو يرنوس تونكو يجو ما هو شو كبير ترى من هي بلايدو عن صوالي كتم أدمية وقد ابتلى الناس وتكو حلقو امتحاني بذلك أرن كائن أهل قابور كي أولياء إن ركض جلان يشري جيلان لا سيما في مولد أحمد البدوي فصرح هو عاد إن كان حنفق إمام كا بأن هذا النذر شرط كني كفر قال لم ينو يهي يكفر به المسلم والله أعلم. أنت سوينا وجو إن شاء الله تعالى سؤال حلا يتمد بان وحي ركورنا إن شاء الله تعالى نبى حلا وحصوق وري إذن كهذا وهابيتين حال إذن كهذا أنا كتم عدين مو هاي نجد نجد النبي مرك أدعي له أدعي وادي ذي يمن يا شام بو النبي أدعي لي مرك ميلا دعاء سنين بكتم عدين بلي سؤال شاسين لك جواب بانتهي سؤال شمرك إنه أسوق خلاص إن جوابت هذا نجد سيدة ضبا وإري عربية وحن لو يقنا ماشى صار رئيس إنه دول خلوق من ضه يدح أمام دول يدح أمام واحد ترى أمام دول يضه واحد ترى ضبا دول كسرية مرتفعات كا إيه صار رئية أي نجد لي هذا نجد عرب تقارن لبق قيبل ونجد نجد الحجاز ينجد العراق بلك لي هذا نجد الحجاز ونجد أنا وأنا كنا بدأت شقتين محو هاي الرياض يا قسيم ركا كطالو نجد العراق نوا عراق ركا ذكرى أحاديث ذكوتيمت النبي ونجد وحكاك الشيعي النبي وانت كمان تلمان براعي عراق ويوم رجلي مش فتنك يا بلايد أي كائن مريس أمضى الغبة بين دونه وعراق شرق بنبي وكت المامي مشرق لو كت المامي عراق نوايري وأشار إلى العراق عراق مركا طارق دب أضب عدنا شركي يقالمو يبدعو يبابا يدو كيمات كيمت خارج أيدي كصوب حد رافض يباطئ أيدي كيمادين فتت ما أشعث أصي أيدي كتمت مقتل الحسين علي أيدي لقود لي مقتل نعود الثقف المتنبي إلى يومنا هذا قل قلتوين كي عالم قادر نبكا كايز عراق بكب الله باتي تطارق مركي سود دولين ذلك بابية ماشوا مدى لقوا بابية لقوا حسوقي أي ذا أي فتنك أي دباتوين قد عاي في العالم الإسلامي عراق وكو عام بحضي وحلي يقانو نبي صلى الله عليه وسلم كان نجد تلمامي ونجد العراق نجد الحجاز معها نن عالمة أو مسلمة أو إمام وأحاديث تاس انتو فسر وكو فسر الحجاز المجرد وحاوري وعرقو فسر رقي وهابيس كل دعيت زين الدين دحلان إيو داود بن جرجيس يو نمنع عاصه هو الشيخ اسكوك عصنايين يا دعوة النجدية اسكوك عصنايين بهلك لا هذه لكن علماء المسلمين الخطابي الإمام الطيبي حافظ بن حجر النووي علماء الإسلام بغوي قديما وحديثا كل قدبة
مسألة إن لقاها الله العراق يا فتن كذا بيكها اللين لكن إنك دن لا أذو كاسرة يا دبر كوي حسن شغل أنا أقول هاي ففأنت مسألة إنك دون الله بان كتابك لي هذا منهاج التأسيس والتقديس في الرد على داود ابن جرجيس وحق الله بان كرا غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي حلو الله بان كرا كتاب سيادة الإنسان عن وصوصة الشيخ دحلان بس نفهي لفتكي الشيخ مشروع حسن سلمان بحث قيمة يقول قضية داني كتاب كسمحوها العراق في محوها آثار وأحاديث محوها في فتن العراق فالله أقول الله بنكرا مركا قضية دو وحنا خسيا ما أيضا سداتاي وعراق انت أصف في دناء الوشي أحاديث تصدنا أيضا لغو فسر عند أهل العلم هذا العراق علومها كسو بحضي علومي أهل خير صحابه طابعين أئمة أجلة كيمت شافعي بها كيم العراق طيب هو حكوبرتي أحمد حنبل بعراق وعراقي مد سفيان الثوري باكي مد عبد الرحمن المهدي باكي مد بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر كذا ريم مدينة وريه أنت كلام عراق باوريه أصح الأحاديث وأحاديث المدنيين ثم البصريين وعراقيين وي محلكو عيدو أسوق هذه كل ما لازم تي حالك عيد أسكلي غالبا أيضا مواضيع كلفات بنت أمكنه في كتاب الله وفي سنة محمد هذانا أنت ذنب وحقود على ضدك جوب تجوعه حالك أو ساكنك أي أدى إسكاله لكن مكانك أنت بدن أسوء جونا ما قبل مرك يمشوا علماء جوعان يا أهل خير مال أمانة وعي هذي أهل بيع كوه بس أي مشركين مال خريبا وعي مكة هذي قال قبس طحان لنا ودار كفر وشركين صزاز ما مرك القريش هاي ستي محمد لين أي هاي النبي محمد لقى في جنهاي دار كفر وشرك بأي مركو النبي يقول لو رجع محي نقط دار توحيد وإخلاص ودار هجرة بين نقط أما كنتم معنا بدنكم حنة روح عمل كيسة يروح أسوق يا يا وحكو حرين ياي نجد لقى هذا هو عراق وحنا كسوا نيجي سؤال شو قرئين وكان هالإمام قبل هؤلاء المجرمين كفر سري حديد كعلماء أنصار يلا بالله توفيق.